قبل 520 ل 250 مليون سنة كان بيتواجد مجموعة من أكتر المجموعات الناجحة في وقتها، وكانت معروفة بأجسامها وهياكلها الصلبة وهي ثلاثية الفصوص. المخلوقات دي قدرت تحتل المحيطات من المياه الضحلة حتى أعماق البحار، وخلال الفترة دي انتشرت بأنواع مختلفة، منها كان مفترس أو حتى مغذيات ترشيح. ولكن تنقرض ثلاثية الفصوص مع نهاية العصر البرمي بسبب تغيرات مناخية أو المنافسة مع الكائنات التانية أو حتى أحداث الانقراض الجماعي. وعلى رغم انقراضها بقى إلى أنها سابت لينا سجل أحفوري وفير بنفس القدر.